كنقدموا لكم بطريقه باش نشويو الحوت. كنحتاجوا كميه ديال الحوت، كنعملوا الزيت الحامض، الملح، الابزار، لي زيرف دو بروفانس، حنا نستعملوا اي عطريه بغيتو، كل واحد الذوق ديالو. كنشرملوا الحوت واحد ساعه تقريبا، كنعملوا القطعه ديال الحوت وسط البابي الومنيوم، كنطويو ورق الالومنيوم يكون مدوبل باش ما يتقب ما يتفتحش. هاد الطريقه هادي طريقه صحيه، وكنحافظوا على الحوت ديالنا والمكونات ديالو. كنخليو واحد شويه ديال لي سباس في الوسط ديال البابي الومنيوم. ممكن هاد الطريقه هادي نستعملوا معاها الماطيشة والبصله واي خضره بغينا، كتجي زوينه. كنكونوا حضرنا من قبل مجمر، كنحطوا الحوت ديالنا باش يطيب، كنحضروا بطاطا بنفس الطريقه، انا ما صورتهاش، نفس الطريقه بالقشره ديالها كتكون مغسوله ومدهونه بشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، ها هي كتبان على الجنب. كنقدموهم في البابي الومنيوم وبصحه وراحه.